بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية أخوية لكل إخوتنا وأحبتنا في قناتنا الصغيرة معاد فوركي مروكو. اليوم جبنا لكم بعض الخبر عن الدولي المغربي الجوليادور النصيري يوسف لاعب إشبيلية الإسباني الفريق الأندلسي، حيث أشارت صحيفة الأس اليوم أن تجديد عقد هذا اللاعب المغربي الرائع يبدو أنه في محك بعد الأحداث التي حصلت مؤخرا مع مدربه فلوريس كيكي سانشيز. وكل من يتابع الرياضة وكرة القدم الإسبانية يعرف الخلاف الذي حصل مع اللاعب والمدرب الفريق إشبيلية بعد التبديل الذي أجراه المدرب والذي لم يعجب النصيري، ودخلوا في تشنجات وكذلك في ملاسنات في إحدى المقابلات في الدوري الإسباني. وهذه الفرصة جعلت فريق الهلال السعودي وكذلك الميلان الإيطالي وتجديد رغبة فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب المغربي المتألق يوسف النصيري صيف هذا العام بعد انتهاء الموسم. ويبدو أن هذا المسار سيأخذ وقتا مع إدارة النادي نظرا لتشبث النادي باللاعب، رغم أن هذا الشجار الذي حصل كان هو السبب وراء هذا الجديد حاليا. ويبدو أن الهلال قد قدم عرضا مهما ومغريا للنادي إشبيلية لضم اللاعب المغربي، ويظن أنه هو الأقرب للتعاقد معه صيف هذا العام إذا ما تم انتقال اللاعب إلى إحدى الفرق. وشكرا لكم وتحياتي إليكم.